السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على جمال بالماضي. نقول لك غلط في الطريق يا جمال، ارجع انزل مترا اللي راك راكب فيها، انزل مترا ساعدني ساعدني، انا نعرف خير منك، زعبني نعرف خير منك، وراني نشوف وراني ادي عينه من عند مواطن من عند مناصر بسيط. انزل من الترالي راك راكب فيه، راني نقول لك، انا راني نقول لك، راني خبر فيك الترالي راك راكب فيه على بالك غادي تمشي 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 تصب في 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 وسط في البحر، غادي الطريق هذيك تدي للبحر ديالك، المحيط المحيطات وين كاين القرش المفترس على زروعك. غادي نقول لك راني نهضر معاك، انا مواطن مواطن بسيط، ما لقري عايرتني ما لقري منو منو، جيت انت جيت مع زتشي، خليت ود بلادك جيت مع زتشي من اجل يعني تبغوا نتوما. راك غلط نقول لك في الطريق، راك تستمتع غير يعني راك تستمع يعني الناس اللي يخدموا مصالح تاعهم، ما زلت يعني تستمع في الناس اللي يخدموا المصالح تاعهم. احنا قبل ما نبداو ماذا بكم اعطونا جيم كومونتير، بارطاجوا لنا لي فيديو. انا نقولها لك نعاود لك، سي جمال بالماضي الترالي راك راكب فيه والله العظيم ما غادي يخرجك، والله هي نقطة النهاية ما توصلها، تصبر غير رايح ما تحبش كاع، ما تعرف لا كاين لا كاين بلاد ولا سلسل خالي ولا، راني نقول لك ونعاود لك، انا نقولها لك انت راهي عاجبتك كيما بصح راك تسمع غير يقولوا لك رانا معاك، هذوك اللي يقولوا لك رانا معاك هذوك دايرينك مظله مرتزقه تاع يوتيوب، صعب الناس يقول لك بلي رانا مع جميل بالماضي، قلعوا معاه غدا ان شاء الله يدخل الصباح يدير هاك يسيب الشعب داير في لي كومونتير، يدير لك فيديو يطيح لك نورمال، هذو ما يحشموش ما عندهمش، تاولي يدير لك كيما هكا اروح قابلني نتايا اشتادرت مع المنتخب الوطني، هذه تسمعها من عند هذوك العاهرات تاع اليوتيوب. انا نقولها لك والله انا سمعتها، عاهرات تاع اليوتيوب هذوك المرتزقه اقسم لك بالله، وعقل عقلوا عليها عقلوا عليها مليح، غادي نهار لي الترا يدخلها في وسط البحر في وسط وسط سمك القرش المفترس، يخرجوا هادو يقولوا له ارواح قابلنا ونعطوك الارقام انت شتادرت شتادرت، يقولوا له انا نقول لكم عليهم هادو خاطش عليه هادو مشاكرة، ها نقول لهم يجيب لكم على الماتش، قال لكم احنا مصداقيه، لا مش قال لكم عندنا مصداقيه وارواحوا عندنا نعطيكم حقائق تفاصيل ونا ونا، ياه مش قالوا احنا مصداقيه، وين راه الماتش؟ وين انا مين تفكر مين تفكر نتفكر الماتش، وين راه الماتش اللي قال لكم يتعاود؟ مين خرجتوا وليتوا تعايروا فينا؟ شكون اللي عندهم الحق اليوم؟ حنا قلنا لكم يتعاود يتعاود الشعر الشعر شتا الشعر؟ خاطش انا كنت بقى كنت تروح للبليده مازالوا يلقطوا في الشعر تاع الكاميرونيين، مازلنا ما كملناش، نتوما مازلتوا ما كملتوش، حنايا مازلتي مستعرفين بلي ربحوك هنا الى اللقاء. راح انت بالماضي راك تسمع اللي يقولوا لك رانا معاك، هادي وهادو يخدموا مصالح تاعهم، اللي يعرف كرة القدم ما يتفقش معاك على رأسهم، وين هيا معاك هيا يمشي معاك هيا يدعم فيك باللومي، وقال لك يا ودي ما رايش تمشي، قال لك راك غلط في الطريق باللومي باللومي، اللي كان معاك يعني يضروك قضية تاع وطن باللومي، ما غاديش يمشي ما يمشيش الشخصية تاعو الجزائر، باللومي وطني باللومي كان معاك كنت مليح، بصح باللومي شافك باللي راهي هربت لك قال لك فيق فيق، قال لك فيق باللومي، وقال لك فيق باللومي اللي كان يعني مع الشات تهدر يقول لك راني معاك، بصح جا وقت وين
ما ينجمش يكذب وما ينجمش يمشي معاك خاطر علاك غلط. كاين ناس، انا من الناس اللي نقول لك راك غلط، ما نتفقش معاك ويقولوا راك غلط، نقولها لك في وجهك راك غلط. انا واحد من الناس واللي يعني كاين الحمد لله كاين لي كابتير، كاين ارشيف، انا كنت من الاوائل المطالبين بك، انا واحد من الناس كنت من الاوائل المطالبين بك، انا الاول في 2017 ما كانوش يعرفوك، هذا ما كانوش يعرفوك، كنت نقول لهم جاما بالماضي، شكون اللي في 2017 هدر عليك؟ انا الوحيد اللي هدرت عليك في 2017 النهار اللي خسرنا مع مصر مع تونس 2-1 كوب دافريك، دوزيام ماتش راني عقل عليها خسرنا، درنا 2-2 برومي ماتش، دوزيام ماتش خسرنا، وتروازيام ماتش درنا ماتشين مع السينيغال اليميني، فاتت مصر والسينيغال، هذه هي صح. اليوم نقول لك راك غلط، اليوم نقول لك انت يا راكي والو، اش شاب داير لك؟ ليس انا كي كنت نقول لك باللي راني معاك، انا على بالي انت ما راكش ترابانطوني، ما راكش، بل لانك كنت تملك شخصيه قويه، وهو ما كان ينقص المنتخب الذي كان يلعب كره جميله وقت فايد وغوركيف، لكن سبب عدم الانضباط راح المنتخب، وكنت من المدعمين لك سابقا، لكن تغيير مفاجئ في شخصيتك وفي تسيير المنتخب، انا الان لست معك وليس مع سياسه المنتخب التي نجحت بها سابقا والايام بيناتنا. نقولها لك نقطه اخرى ويجب الاشاره اليها من اجل معاينه واكتشافات اللاعبين والوقوف على مستواهم، يجب العيش في بلد الذي تشرف على تدريبه. وأبسط المثل على ما أقول، ففي فترة بايد والتي أعاد بناء المنتخب من يعني من الصفر، كان دائما الوجود موجود بالجزائر، ودائما تواجد بالملاعب الوطنية لمعاينة لاعبين قادرين على تمثيل الخضر. ففي تلك المرحلة تم اكتشاف العديد من الأسماء التي صنعت أمجاد المنتخب إلى يومنا هذا، في صورة إسلام سليماني، هلال سوداني، سعيد بالكلام، جابو يعني وكيسموه يودي حشود ولعب وحليش. ففي يومنا هذا أصبح الناخب الوطني يلتحق بالتربص ساعات قليلة فقط قبل لاعبيه، فكيف ستتم عملية المعاينة والتشبيب؟ كيف سنضخ دماء جديدة وأصبحنا دائما التواجد يعني وين دائم التواجد في وين نقولوا باللي المدرب تاعنا وين أصبح دائما التواجد في قطر؟ صحيح الدوري تاعنا يعني متعفن، لكن لا يجب أن ننسى أنه دائما ما أخرج لاعبين تركوا اسم من ذهب في تاريخ الخضر، بلومي، ماجر، مناد، تصفاوت، حلي، سليماني، بليلي، سوداني، العديد من الأسماء تستحق الاستدعاء والتجريب في وديات يعني كاي بزاف لعابة لوكاس استغليتهم انت يا مريزق جبتو قلت لنا ما بغيتش نحطو تحت الضغط، هذه مي كنت تربح كانت عندك 33 بارتية وقيلة ولا مع شحال كنت كيما تهدر الناس تجي معاك، بصح دروك دونك الناس مشي جايه معاك، كاين قوه مشا جايه معاك، راهم يضحكوا على التصريحات تاعك يا سي جاما بالماضي، كاين ناس هي تضحك على التصريحات تاعك، صورتو مي قلت لهم لعبنا امام منتخب صعب غينيا، انت هدرتها منك منا الكوتيفوار شعلت عليهم بثلاثه، قالوا لك ها صعيبه هي دايره، قلت باللي كان نيجيريا دار ماتش نيل معاهم بوقره، يعني كاين بزاف امور. وين شاهدناك في الندوة في كأس القرعة يعني ماشي قاعد في رحبة، وانت تقول بلي مساعدة تاعي ماشي، لازم الناس يتشوف ويتراقب، انت تلمو ما قعدتي راحوا داروا ديك الضجة تاع التليفون باش يدوا الناس داك التليفون، حنا على بالنا انا على بالصحافي اللي دارها وهذيك بالعاني، يعني هذيك باش يدوا الناس للتليفون
وما يروحوش يهضروا كيفاش مدرب ستاب تكنيك تاع مقرة والمدرب المنتخب الوطني ماشي قاعد في رحمة متفرقتين وما تلاقاوش كاع. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو، وان شاء الله بربي دائما معكم بجديد ان شاء الله. صعيتو خوتي.